ضمن ورشته الصغيرة هذه يجلس العم أبو صبحي ويمضي يومه في صناعة الثريات النحاسية، الحرفة التراثية التي ورثها عن أبيه ويعلمها لأبنائه. إحنا عم نركز أكثر شيء، معظم الحرف التراثية ما بيعلموا، هلأ إحنا هون مركزين أكثر شيء على التعليم، يعني إحنا عنا استعداد نستقبل كل الناس اللي حابة تتعلم. يعني اليوم الحرف هاي إذا إحنا ما حافظنا عليها وعلمنا أجيالنا الجديدة بتصير الحرف هاي كلها آلة للسقوط، مثل ما كتير حرف قديمة بدمشق، يعني أساسها دمشق، اندثرت هاي الحرف، ما عاد موجودة هاي الحرف. فهون الحمد لله كان التأمين إلنا كشغل أحلى. يعني هلأ إحنا مثلا في أحد الصعوبات اليوم، تعرف التصدير كتير صار صعب، ما عم نقدر نصدر، هالمنتج تبعنا غالي وما عم نقدر نصدره. فلحنا بالحاضنة قدرنا نستورد لمبات الليد أجزاء منها، والأجزاء الثانية تصنيع هون، صرنا نشتغل باللمبات. هلأ لحنا حرفتنا أحلى هي، وفيها عمل شاق أو عمل لذيذ عم تشتغلي فيه. لا هلأ لحنا اللمبات كمرحلة، هلأ لحنا هاي اللمبات عم نطبقها هون وننزلها باسم الحاضنة، إنتاج الحاضنة يعني عم تكون، وننزلها على السوق ناقصة 20-25% من سعر السوق. الثريات النحاسية حرفة تصارع للحفاظ على وجودها بسبب إصرار أصحاب هذه المهنة على البقاء في ظل المنافسة وإعطاء هذه الصناعة روح معاصرة. عزيمة وإصرار حرفيو سوريا تبقى رغم الصعوبات للحفاظ على التراث الذي يشكل جزءاً مهماً ومميزاً من الهوية السورية.